أراكنوفوبيا، قصة قصيرة لدكتور نبيل فاروق. ليلى، ليلى، تعالي بسرعة، بسرعة! انتفض جسد ليلى مع هذا النداء العصبي المذعور من زوجها خالد. أسرعت تعدو إليه في حجرة مكتبه، وما إن دخلتها حتى وجدته منكمشا في مقعده، وعيناه متسعتان عن آخرهما في رعب، وهو يشير إلى ركن قريب صارخا: اقتلي، اقتلي الوحش ده! استدارت بسرعة إلى حيث يشير وزفرت في عصبية وهي تقول في غضب: خالد، في إيه؟ ده مجرد عنكبوت صغير. صح، وهو يرتعد في شدة. اقتلي، اقتلي! خلعت فردة شبشبها المنزلي وهوت بنعله على العنكبوت الصغير فسحقته سحقا وهي تقول في عصبية: الكلام ده مش هينفع يستمر، أرجوك أرجوك لازم تروح لدكتور نفسي. كان وجهه شاحبا والعرق يغمره، اتسعت عيناه وهو يحدق في العنكبوت المسحوق، ثم أشح بوجهه في سرعة هاتفا: تخلصي منه بسرعة بقى، تخلصي منه! هزت رأسها بنفاد صبر واتجهت نحو المطبخ لتتخلص من العنكبوت الصريع في صندوق القمامة، ثم عادت إليه وجلست أمامه وهي تقول محاولة ترقيق صوتها ولهجتها: خالتي حبيبي، حياتنا ما ينفعش تستمر كده. انعقد حاجباه وقال متحاشيا النظر إليها: انت عايزة ايه يا ليلى؟ التقطت نفسا عميقا في محاولة الحفاظ على رقة صوتها ولهجتها وهي تجيب: الخوف من العناكب ده مشكلة عادية، لكن ما ينفعش تستمر، كل البيوت فيها عناكب. غمغم في عصبية: مش البيوت النظيفة يا ليلى. انثلت غضبها وهي تقول: كل البيوت! ثم تراجعت مستعدة سيطرتها على أعصابها وهي تقول: طب بص، أنا قريت كتير قوي عن حالتك دي، اسمها أراكنوفوبيا، المشكلة دي بترجع للطفولة. أنا ماليش دعوة بالكلام ده. بس دي علاجها ممكن، سواء طبي أو نفسي. بقولك ماليش دعوة. نهضت واقفة وهي تقول في صرامة: خالد، أنت لازم تروح لدكتور نفسي. أنا مش هروح. لازم يا خالد، لازم. وليه بقى لازم؟ ليه؟ تراجعت كأنما فاجأها السؤال، ثم عقدت ساعديها أمام صدرها قائلة: عشان مش ده اللي حلمت بيه لما فكرت إن احنا نتجوز. وبدأت الدموع تنساب من عينيها وهي تكمل: أنا كنت بحلم أتجوز من فارس مغوار زي أي بنت، فارس أحس معاه بالأمان والحماية. أشاح بوجهه أكثر بعيدا عنها وهو يقول في حدة: يعني أنت غلطت لما اتجوزتيني؟ صمتت لحظات ثم أومأت برأسها مغمغمة: ده صحيح. وما تحاوليش تطلب الطلاق، أنا هكلم أكبر محامين عشان ما تقدريش تطلقي أصلا. غمغمت في مقت: طبعا تقدر، ما أنت معك الفلوس والنفوذ، لكن أنا... لم تكمل العبارة مكتفية بدمعة ساخنة انحدرت على خدها وهو يقول في صرامة عصبية: واهتم أكتر بالنظافة، مش عايز أشوف أي عنكبوت هنا، أنت فاهمة ولا لأ؟ غادرت حجرة مكتبه وهي تغمغم بلهجة باكية: حاضر. ولقد نفذت أوامره بمنتهى الدقة. على الرغم من رفضه التام لاستئجار خادمة نظافة، لم يرى خالد عنكبوتا واحدا في المنزل خلال شهر كامل. وفي نهاية هذا الشهر حان موعد عيد زواجهما، ولقد بدت ليلى شديدة الاهتمام بهذه المناسبة. أعدت عشاء جيدا وزينت حجرة نومهما وارتدت ثوبا شديد الأناقة يميل إلى الإغراء، وحرصت على أن تعد له مشروبه المفضل الذي أتت له به في كأس خاص طبعت عليه تاريخ زواجهما، ووضعت الشموع على المائدة مع باقة من الزهور. وبكل الدهشة استقبل خالد هذا، وعلى الرغم من دهشته أسعده الموقف كله كثيرا. على مائدة العشاء ومع ضوء الشموع سألها: إيه الجمال ده؟ إيه سر الاهتمام المفاجئ ده؟ أجابته في سعادة واضحة: النهاردة مناسبة خاصة، مناسبة خاصة جدا جدا.
ابتسم ابتسامة واسعة وقال في حماس: على فكرة أنا مش ناسي عيد جوازنا أبدا. ابتسمت بدورها ابتسامة هادئة وهي تقول: أنت أصلا ما بتفتكروش، بقالنا 5 سنين متجوزين وعمرك ما افتكرت. أنت عارفة مشكلاتي. بقولك بلاش نتكلم في الحاجات دي النهاردة. ثم رفعت يدها مكملة في سعادة بالغة: الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. تضاعفت سعادته حتى أنه بدأ شديد المرح وهما يتناولان طعام العشاء، وأبدى استحسانا كبيرا لما فعلته، وبكل استمتاع شرب مشروبه المفضل. في حوالي الساعة 11 مساء رأى ليلى تتطلع إليه في اهتمام، فابتسم في تراخ مغمغما: ليلى، هو أنت بتبصي لي كده ليه؟ غمغمت في اهتمام: أصل شكلك زي ما تكون نايم كده. أراد أن يشير لها بيده ولكنه لم يستطع، حاول بجدية لكنه لم يفلح، كل أطرافه بدت خدرة ثقيلة متهالكة، حتى لسانه بدأ متثاقلا وهو يغمغم: ليلى، هو أنا جرى لي إيه؟ أجابته في هدوء: ولا حاجة، ده العصير اللي بتحب. هو أنت حطتي لي إيه في البتاع ده؟ هزت كتفيها وحافظت على ابتسامتها وهي تقول: سبحان الله، لا يمكن تتصور كم المعلومات اللي ممكن الواحد يعرفها من خلال النت. لم يفهم ماذا تعني، ولكن لم يملك التعبير عن هذا. أما هي فتابعت بنفس الابتسامة: حتة دواء، إنما إيه؟ مدهش، هيخليك تفقد السيطرة على كل حركاتك وعضلاتك الإرادية، بس إيه؟ هتفضل حاسس بكل حاجة. ثم نهضت من مكانها واتجهت نحوه وجلست إلى جواره مكملة: هفهمك أكتر، يعني هتفضل محتفظ بمشاعرك وأحاسيسك لكنك مصاب كده بشلل كامل، بس ما تقلقش، مؤقت مؤقت يا زوجي العزيز. بدأ يشعر بالقلق، وخاصة عندما مالت نحوه تسأله بابتسامتها التي بدت له مقيتة مستفزة: قل لي صحيح، أنت ما سألتش نفسك ليه ما شفتش عنكبوت واحد في البيت طول الشهر اللي فات؟ مع إن إحنا عندنا جنينة ودايماً بيدخل لنا منها عناكب كتير. ومالت نحوه أكثر مضيفة: ده ما كانش علشان أنا بنظف وبتخلص منه، العكس، العكس يا حبيبي هو اللي كان بيحصل. كنت بجمعهم. تركته لحظات اختفت خلالها في المطبخ، ثم عادت وهي تحمل وعاء زجاجيا كبيرا مغلقا، واتسعت عيناها بكل الرعب، فالوعاء كان يمتلئ بالعناكب من مختلف الأنواع والأحجام. أمسكت الوعاء أمام وجهه وهي تقول في مرح: إيه رأيك في مجموعتي بقى؟ حاول أن يصرخ، أن يستغيث، أن يفعل أي شيء، ولكن ذلك العقار كان قويا بالفعل. وفي هدوء لا يتناسب حتى مع شخصيتها قالت ليلى: النت بيقول إن مفعول الدواء ده بيستمر لمدة ساعتين بس، وبعديها بيروح وما بيبقاش لي أي أثر في الدم. هزت وعاء العناكب في هدوء قبل أن تتابع: وبتقول إيه كمان؟ بتقول إن المصابين بعقدة الأراكنوفوبيا ممكن يصابوا بأزمات قلبية قاتلة لو حصرتهم العناكب في مكان ما. وأطلقت ضحكة أخرى قبل أن تكمل: ما بالك بقى لو تواصلت معاهم؟ قالتها وفتحت الوعاء ثم أفرغت العناكب على جسدي ووجه خالد مباشرة. وفي هدوء شديد اتخذت مجلسها تتابع نظرات الرعب الشديد على وجهه، والتي استغرقت 13 دقيقة قبل أن تتجمد نظرته ويسكن جسده تماما.
وهنا وبنفس الهدوء نهضت تحضر مكنستها الكهربائية لتنظيف المكان من العناكب، ثم التقطت بعدها سماعة الهاتف وطلبت رقم طبيب خالد الخاص. لم تكد تسمع صوته حتى هتفت في دور المفتعل. دكتور طلعت، أرجوك تعال بسرعة، خالد وقع.